أنا عملت اللي اتقال بالظبط يا أستاذ عايش. عشت يا أمير. أنا حاسس إن قريب أوي هتخرج بره السور ده وهنتقابل. مش خايف؟ أخاف؟ صابر الله يرحمه كان عايش بالخوف، وهو دلوقتي مدفون تحت التراب ومع الخوف بتاعه. انت هتقول لي انا اكتر واحد كنت عايش كافي غيري شري؟ نزلت عن حقوق كتير قوي ليا قصاد اني ما اعملش مشاكل. تعرف يا امير، من قبل ما اشتغل سايس جراج مع اخوك صابر الله يرحمه، كنت صانعي قد الدنيا، كنت دقق نحاس ماليش حل وماليش زي. ابويا كان دايما يقول انت فنان شاطر. تاجر بقى اللي بنتعامل معاه، اللي بنجيب من عنده النحاس اللي بنشتغل بيه، علل علينا السعر فجأة. قال لك هو كده، لو مش عاجبك ما تشتريش. وبنشتغل ازاي؟ وابويا فتح الورشه عشان ناكل منها ونعيش. فجأة جات ورشة تاني فتحت قصادنا، ورشة كبيرة وإمكانيات أكبر، وخد كل الشغل مننا اللي أساسا ما كانش جايب همه. قلنا لا، بلاش مشاكل. قفلنا الورشة ولمينا العدة وحطيناها تحت السرير. نزلت أشتغل سايس في جراج مع إني معايا شهادة، كل ده عشان أبعد عن المشاكل، لحد ما بقت المشاكل جزء مهم في حياتي. ومن اللحظة دي بقى يا أمير وأنا ما بقتش عارف معنى كلمة الخوف. إحنا ما بقاش لينا غيرك دلوقتي. أنت في مقام أخويا صابر الله يرحمه. إحنا محتاجين ظهر سند لينا، نتسند عليه وناخد منه النصيحة. الخوف الزيادة بيموت الإنسان وهو عايش، وأنت مبقاش ليك حد غيرنا، إحنا وابنك، وابنك هيرجع بالسلامة، أنا واثق في ده. بس موت الخوف اللي جواك، وما تبصش تحت رجليك، أوعى تبص تحت رجليك يا عايش. أه صحيح، متفكرش ان انا سن صغير على النصايح. انا اللي شفته في يومين علمني اللي عمري ما كنت هشوفه ولا اتعلمه لو عشت خايف سنين. اوعى تخاف يا استاذ عايش، اوعى تخاف.